سيد مورس، رصدنا مكالمة ما بين الواحة والرب. تؤمر معالي بحاجة تانية؟ لا، تفضل انت. موضوع مهم جدا، مش عايز أأجله أكتر من كده. أنت متأكد من اللي شفته؟ أيوة طبعا. مجموعة من العقول الصناعية ليها نفس المواصفات اللي اتكلمنا عنها في جلسة المحبة المركزية. لو قدرت أحصل على واحد من العقول دي، المنتظر هيقدر يحلله ويصنع منه أكتر. العقول دي بيتحمل عليها ملفات الوعي؟ طبعا. مال أنا هكلمك ليه؟ أنت شايف إني ممكن أساعد إزاي؟ الوقت بيقرب والظهور خلاص، ما فاضلش عليه غير بقايا من الانتظار الطويل. أنا محتاج لك تدور معايا على البنت اللي سرقتهم. مستحيل، الوقت بيقرب زي ما بتقول، وأنا عندي مهام تانية ما أقدرش أسيبها. العقول دي كانت بين إيدك، وإنت اللي كان المفروض تتصرف. أنا بكلمك عن حاجة ممكن تأخر الظهور لو ما راحتش للمنتظر. مفيش حاجة هتأخر الظهور، الميعاد متحدد من عشرات السنين، وهو عارف بيعمل إيه. يمكن تنبأ حتى إنه هيوصل للعقول في الوقت المطلوب، وده معناه إنك احتمال كبير جدا تنجح. انت شايف كده؟ انا شايف انك تستعين باي حد من العامه من بره دوائر المحبه، وخلي بالك لازم ما يعرفش انت عايزهم ليه وهتديهم لمين. اكيد.